مساء الفل على كل مشاهدينا في كل حته وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بكم في حلقه جديده من هاشتاج اهلي. طبعا زي ما انتم عارفين هاشتاج اهلي بنشوف كل اللي موجود على السوشيال ميديا، سواء من فيسبوك من تويتر من انستغرام، مشاكل خناقات اي حاجه، بنشوف ايه اللي شاغل دماغ الناس على السوشيال ميديا وبنجيبه لحضراتكم هنا في هاشتاج اهلي. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا البرنامج على فيسبوك وتويتر وانستغرام على هاشتاج اهلي بالفرانكو. اي حد عنده حاجه عايزين تشوفوا حاجه جديده، بقعد اقول الكلام ده كل يوم، محدش بيبعت حاجه. يعني يا جماعه لو حد حابب يشوف حاجه، حد حابب يطور معانا في البرنامج في حاجه، ابعتوا لنا وقولوا لنا ارائكم وان شاء الله هناخد بيها اكيد. زي ما انتم عارفين بيكون معانا سؤال او موضوع بنتكلم فيه في حلقه هاشتاج. تعالوا نشوف سؤال حلقه النهارده بيقول ايه. هل يتاثر هجوم برشلونه بعد رحيل المهاجم البرازيلي نيمار الى باريس سان جيرمان الفرنسي ولا لا؟ خليني اقول لكم، يعني احنا حطينا سؤال حلقه النهارده من هاشتاج اهلي عن نيمار، لان نيمار كان عامل ضجه كبيره جدا على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا، والناس اتكلمت على المبلغ الرهيب اللي اتدفع في نيمار، يعني يمكن 222 مليون يورو، يعني مبلغ كبير جدا، والناس اتكلمت هل يستحق نيمار، والناس طلعت خونت نيمار ان هو ساب برشلونه ومشي وهل ده يحصل ازاي، واللعيب لازم يبقى عنده انتماء، وان هو جري ورا الفلوس. لا، هو نيمار في الاخر حب الاحتراف، وده في الاخر احتراف، هو شايف هيبقى مرتاح اكتر في باريس سان جيرمان، مش مرتاح في برشلونه. خلينا نقول كمان، يعني نرجع كده، نرجع لحلقتنا وهنكمل موضوع نيمار في خلال الحلقه، وتعالوا نشوف النهارده هيكون معانا ايه في هاشتاج اهلي. الاهلي بيحتفل بذكرى الفوز التاريخي على ريال مدريد. ورمضان صبحي ضمن افضل 20 لقطه مهريه. أما محمد النني فبيعزف لأطفال أرسنال بالجيتار. اهلا بيكم مره ثانيه في هاشتاج اهلي. خلينا يعني في الاول كده، في كل حلقه في الاول بنشوف ايه اللي كان شاغل الناس على السوشيال ميديا، بنشوف ايه اكتر حاجه عامله ضجه على السوشيال ميديا. لسه موضوع السيرد باك للنادي الاهلي اللي هيلعب ماتش سموحه مين شاغل دماغ الناس. احمد ديودار يا جماعه لحد دلوقتي انا شخصيا انا مش عارف احمد ديودار فين، هل هو في الاهلي ولا في سموحه ولا راجع الزمالك ولا قاعد في بيتهم، انا مش عارف احمد ديودار فين لحد دلوقتي. محدش طلع قال احمد ديودار هيلعب ولا هيتأيد ولا لا. القيد في افريقيا اتمد لحد يوم 11 عشان يدوا فرصه للنادي الاهلي ان هو يأيد حد، يشوف هيأيد مين، اذا كان احمد ديودار ولا هيكون محمود علاء تاني هيشتروه، ولا محمود عزت او محمود متولي من الاسماعيلي. يعني هو في صفقه بنشوف هو مين اللي هيجي، ولكن محدش قال اي حاجه، محدش قال اي تصريح عن اي صفقه حتى اقتربت للنادي الاهلي. احمد ديودار شغل دماغ ناس كتير على السوشيال ميديا، وناس عماله تنزل في صور احمد ديودار بقى اهلاوي، احمد ديودار لا لسه ما جاش، حد طلع قال حاجه. لحد دلوقتي لحد اللحظه دي محدش طلع قال احمد ديودار فين. لحد اللحظه دي ماتش سموحه يوم الاربعاء، اعتقد بنسبه كبيره جدا ان هيكون احمد فتحي هو السيرد باك الثاني جنب رامي ربيعه في الماتش، ومع يعني ما الله اعلم ايه اللي هيحصل، وده طبعا في ظل اصابه سعد سمير ومحمد نجيب الاثنين مصابين مش هيلحقوا بماتش سموحه. فاعتقد ان كابتن حسام بدري هيعتمد على احمد فتحي كسيرد باك، ومحمد هاني كباك رايت او باسم علي، الله اعلم هنشوف يعني ايه اللي هيحصل. ولكن احنا في اشد الاحتياج لسيرد باك، يا ريت الناس تطلع تقول لنا هل احمد ديودار هو السيرد باك اللي خلاص اللي الناس مستنياه في النادي الاهلي، وهو اللي هيلعب وهو اللي هيتأيد افريقيا، ولا محمود من الثلاثه، محمود اللي قالوا عليهم عزت او متولي، او يعني خلونا نقول في الاخر ان في سيرد باك جاي النادي الاهلي، ونشوف حد يطلع يقول لنا. تعال نروح على الفيسبوك سريعا ونشوف الفيسبوك كان عليه ايه. احتفل الحساب الرسمي للنادي الاهلي بالفوز التاريخي على ريال مدريد الودي، كان في 2001 طبعا، واللي اقيم على استاد القاهره وسط حضور كان 75,000 مشجع، وكانت اول مباراه بيقودها البرتغالي جوزيه مورينيو الملقب طبعا بالساحر. هنشوف الفيديو اللي جبناه لكم ونرجع تاني. اللي سمعنا عنهم كثير على ارض استاد القاهره النهارده، ومكمنما والكابتن ييرو، والغندور يبتدي
بصفارته، والنادي الاهلي بزيه الاحمر على شمالك، وريال مدريد بزيه الابيض على يمينك. بسنتي مهاجم النادي الاهلي، يا سلام، ادي خالد بيبو جاله الموقع حلو، وانفريد حط وراس رئيسه حلوه ورجع ورا راجل، حط هوبا جول جول صنداي، يعطي الاذن لقدم اليسرى لتصل الاضواء 12 شقلبه في الهواء، اتشقلب اتشقلب يا عم، ويكافئ من ويل جوزي في اول لقطه ولا ثاني لقطه صنداي يتالق، بس اتلعبت له حلوه حلوه حلوه، مفيش انانية، وجول جميل 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 يحمل توقيع الوافد الجديد صنداي، تحمر المدرجات، يا سلام يا حسام يا غالي يا ابني، لعيب وانت غالي، حسام غالي وانت غالي، ونجم كبير قوي حسام غالي، يتألق ويتجمل، رأس رئيسة حلوة قوي، وبفكر وحس عالي جدا حسام غالي ابني بيعلى ويحطها. طبعا كلنا فاكرين جون صنداي العالمي اللي جابه في ريال مدريد، هو صنداي ما عملش في حياته حاجه في النادي الاهلي، هو جاب الجون الراجل واتشقلب الشقلبتين اللي احنا شفناهم واتكل على الله روح بيتهم، ده اللي عمله صنداي. هنروح على تويتر ونشوف تويتر كان على ايه، والبدايه مع النجم الكبير الكوميدي محمد هنيدي، واللي اعلن عن عوده خلف الدهشوري خلف مره ثانيه بمساعدي في الجامعه الامريكيه الجزء الثاني. كتب بوست كان عليه تفاعل من كل جمهور السوشيال ميديا، كان ابرزهم محمد صلاح وميدو وسعد الدين سمير. هنشوف البداية كانت مع مين، والناس قالت لمحمد هنيدي نجمنا الكبير ايه على البوست اللي كتبه. احمد حسام ميدو كتب له: نفسي اطلع معاك في دور سواق التاكسي اللي بيسوق على 20 واول ما ينزلك بيطير. ده طبعا البوست اللي كان كتبه هنيدي، طبعا ما كنتش متوقع خالص اللي بيحصل. هو الراجل اللي عمل بوست قال ايه رايكم نرجع نعمل صعيدي في الجامعه الامريكيه الجزء الثاني، فهو ما كانش متوقع الناس هتتفاعل معاه بالمنظر ده على تويتر، وعمل هاشتاج خلف راجع، والناس طبعا اشتغلت على الهاشتاج وعملت، وتويتر اشتغل على الهاشتاج، والناس كلها حابه طبعا خلف الدهشوري خلف، وحبا في النجم الكبير طبعا محمد هنيدي، فنان جميل اسعد الملايين، انا واحد منهم يعني، انا عاشق للفنان الكبير محمد هنيدي. دخل سعد سمير بقى طبعا الفكاهي بتاعنا مدافع الاهلي، وعلق على البوست وكتب لهنيدي: ده مطلب جماهيري يا فنان. طبعا سعد سمير اكيد كان كمان من محبي يعني النجم محمد هنيدي، وعايز يشوف صعيدي في الجامعه الامريكيه الجزء الثاني. اما محمد صلاح بقى فدخل من انجلترا كده وكتب له: مبروك علينا الفيلم يا نجم. ده بعد ما كتب هنيدي: لو ربنا كرم والفيلم كامل، مين عاوز ابو صلاح يظهر في الفيلم؟ وكمان كتب: يا جماعه لو هنعمل ريتويت تفتكروا الريتويت هيبقى لمين اكتر؟ فصلاح دخل كده كتب له اللي هو: احنا يعني لو دخلنا كده مع بعض ريتويت فانا اللي ابقى اكتر، فمبروك عليا الفيلم. يعني عايزين نشوف بقى استاذ محمد هنيدي، عايزين نشوف بقى يعني عندك سعد كوميديان كبير جدا في النادي الاهلي، ومحمد صلاح يعني عايزين بقى نشوف الاثنين في الفيلم، وممكن برضو كابتن ميدو لو حابب يعمل دور سواق التاكسي برضو تخليه يعمله يعني، ونشوف بقى لعيبه الكوره مع الفنان الكبير محمد هنيدي. روح جميله جدا ما بين الفنانين بتاعتنا طبعا ولاعيبه مصر على تويتر او على اي حاجه على السوشيال ميديا، روح حلوه جدا، والناس بترد على بعض، والناس الفانز كلهم دخلوا وتفاعلوا، جمهور محمد هنيدي او جمهور محمد صلاح او اي جمهور من الناس اللي تفاعلوا مع البوست بشكل جميل جدا. انا شخصيا دخلت وقعدت اقرا وكتبت، يعني الراجل كان عمل بس تويته كده خلف راجع، الدنيا قامت ما عادتش. مستنين طبعا صعيدي في الجامعه الامريكيه الجزء الثاني، ان شاء الله نشوفه قريب في السينمات، واكيد هيكسر الدنيا، وعايزين نشوفه بقى بمشاركه سعد سمير وصلاح كابتن ميدو. كمان نشر محترفنا المصري في انجلترا محمد النني فيديو على حسابه على تويتر، وده خلال عزفه على الجيتار بمشاركه بعض لاعبي فريق ارسنال لمجموعه من الاطفال في مؤسسه ارسنال الخيريه، واللي بتهدف طبعا الى دعم الاطفال. تعال نشوف النني وهو بيعزف على الجيتار ونرجع تاني.
دي حاجه حلوه طبعا من لعيبه ارسنال، يعني هم رايحين عاملين جمعيه خيريه للاطفال، بيدعموا الاطفال، بيروحوا يقعدوا معاهم، بيتكلموا معاهم، بيعزفوا، يعني واقفين شايفين لعيبه كبار جدا ونجوم كبيره جدا واقفين ماسكين، كل واحد ماسك جيتار وعمال بيعزف للاطفال بس من اجل اسعاد الاطفال. وده كمان طبعا اكيد بنشوفه هنا من لعيبتنا، ونتمنى ان احنا نشوف اكتر واكتر من لعيبتنا في مصر ويدعموا الاطفال في كل حاجه، سواء في حاجه خيريه، في مستشفى، في اي حاجه. الاطفال طبعا هم احباب الله، وبيتمنوا او بيبقوا سعداء جدا 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 لما بيشوفوا حد بيحبوه من الناس دي او من النجوم عامه، مش من لعيبه كوره بس. نتمنى نشوف ده، الظاهره دي تكون موجوده في مصر بشكل دائم ان شاء الله. كمان ظهر عدد من نجوم الاسماعيلي بملابس الاحرام، وده بعد اداء مناسك العمره يوم الجمعه عقب الانتهاء من خوض منافسات دور تبوك الوديه. كان خاض الاسماعيلي مباراتين في الدوره امام الاتحاد جده وفاز بنتيجه 3-2، وخسر من الاتفاق السعودي بنتيجه 2-0. زي ما انتم شايفين كده الصور، لعيبه نادي الاسماعيلي بلبس الاحرام قدامنا على الشاشه. كمان تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر صوره مسربه من الشيك واللي دفعوا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الى برشلونه، وده من اجل التعاقد مع البرازيلي نيمار من صفوف برشلونه الاسباني لباريس سان جيرمان. يعني خلونا نشوف الشيك كده، وصوره الشيك دي جابت جلطه لناس كتير انا عارف. يعني مثال كلنا، يعني مش انا لوحدي، اول مره اشوف شيك بالرقم المهول ده، اصفار كتير على راي الاستاذ احمد جمال قال لي، وباليورو كمان مش بالمصري، ولكن هي دي كره القدم. كمان في لقطه طريفه جدا من مشجع لنادي مصري طبعا اسمه مونتي، بعت يعني هم مشجعين برشلونه، بعت رساله لنيمار وده بعد رحيله الى باريس سان جيرمان الفرنسي، قال له فيها يا اسطى مش رجوله اللي انت عملته ده والله. بصراحه مونتي عندك حق، يعني انت لازم تبعت له تقول له يا اسطى دي مش رجوله. دلوقتي نروح لمحمود عبد المنعم كهربا، لاعبنا المحترف في اتحاد جده. يعني هو محمود يا كهربا، انت عامل مشاكل ليه في السعوديه؟ شفنا فيديو انتشر لمحمود كهربا ان بعد الماتش يعني هم خسروا، وبيبقى يعني ده يعني زي ما بيقولوا كده يعني حماس شويه زياده، هو في الاخر ماتش ودي، ولكن محمود كهربا يمكن بس استفز من حاجه، حصل مشاده ما بينه وما بين الطرف اللي كان موجود في الملعب، ولكن في الاخر هو نزل وغرد على تويتر، على صفحته على تويتر، وكتب هو بيقبل صوره وهو بيقبل احد رجال الشرطه في السعوديه، وكتب على الصوره من يلعب للاتحاد لا يعرف السقوط نحترق ونستفز، ومع ذلك سوف نعود موعدنا الدوري يا جمهور الذهب، وكل الاحترام والتقدير لرجال الداخليه الاوفياء. يعني هو الراجل غلط وطلع اعتذر على تويتر للناس واعترف بغلطه، يعني مش عيب، مش عيب لما تكون متضايق وسخنان شويه من الماتش وواخدك حماس الماتش، ويعني تخرج شويه عن المألوف، يعني مش عيب، لكن العيب ان انت ما تطلعش تعتذر وتكابر. لكن الراجل طلع واعتذر وقال رجال الداخليه في السعوديه فوق دماغنا، ويعني بصراحه يعني كهربا ما تعملش مشاكل تاني في السعوديه عشان ما اجيلكش. كمان تعالوا نروح لصفحه دوري ابطال اوروبا، طبعا طرح كره القدم طرحت استفتاء عن محمد صلاح، وقالوا هيسجل كام جول في الموسم الجديد وهيعمل كام اسيست مع ليفربول. تعالوا نشوف تعليقات الجمهور على البوست، كانت متفاوته طبعا. يعني ناس كتبت ان هو هيعمل 10 اسيست، هيجيب 12 جول، ناس اختلفت شويه، هيجيب 15، هيعمل 12 اسيست. يعني كان في كلام كتير عن محمد صلاح ان هو هيجيب جوال كتير. في الاخر نتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح، وان شاء الله يكون هداف الدوري الانجليزي باذن الله السنه الجايه. كمان نشر محمد صلاح صوره على حسابه مع زميله البرازيلي كوتينيو، تعالوا نشوف الصوره اللي نشرها صلاح مع كوتينيو.
كمان نشرت صحيفة ماركا الإسبانية فيديو للمهاجم البرازيلي نيمار، وده خلال غنائه في أول يوم ليه مع لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي. تعالوا نشوف الفيديو، أو يعني خلينا نتكلم على الأول شوية عن نيمار قبل ما نروح نشوف الفيديو. نيمار ناس كتير قوي يا جماعة قالت ليه راح باريس سان جيرمان، الراجل مبسوط جدا وعمل فيديو نازل بالتيشيرت بتاعه، التيشيرت بتاعه بيتباع في كل أجواء فرنسا، زينه البرج هناك بعلم برازيل، ده تكريما لنيمار إن هو جه فرنسا. ناس كتير كتبت ان انت هتكون احسن لاعب في العالم في فرنسا السنه الجايه. يعني هو الراجل حابب، هو حابب نفسه في فرنسا، وطلع قال انا بتمنى ان انا اعمل موسم جيد ان شاء الله مع باريس سان جيرمان، اتبسطت ان انا موجود معاهم. وكمان كان بيتكلم ان هو عيلته هتكون مبسوطه اكتر ان هو يروح باريس سان جيرمان، مش بس ان هو يقعد في برشلونه. وقال انا كنت مبسوط جدا ان انا لعبت مع ميسي في برشلونه. يعني كل التوفيق ليك يا نيمار، بصراحه انا من وجهه نظري الشخصيه انت احسن لعيب في العالم، وانا يعني هشجع باريس سان جيرمان عشان نيمار راح هناك بصراحه يعني. طب تعال نروح لمحمد بركات نجم الاهلي طبعا السابق اللي نشر صوره ليه مع اسرته من الامارات. تعال نشوف صوره بركات ونرجع تاني. كمان اعتذر ميدو جابر لاعب الاهلي على صوره كان نشرها مع اخوه، كتب ميدو على البوست ناس كتير هجمتني بسبب الصوره بتاعت اخويا بس ما كنتش اقصد حاجه، وانا بعتذر للجمهور العظيم طبعا جمهور النادي الاهلي. طب انا عايز افهم حاجه، هو الراجل نشر صوره مع اخوه الناس هجمته ليه؟ يعني هو مثلا نشر صوره مع واحده مثلا فالناس هجمته، هو الراجل نشر صوره هو اخوه، يعني ايه العيب مثلا في اخوه؟ مثلا شفته حاجه مثلا غريبه في اخوه عشان كده دخلته انتقدته الراجل وقلته ان هو ليه ينشر صورته؟ انا مش فاهم يعني، اكيد في حدوته يعني. بصراحه انا لو مكانه انا مش هطلع اعتذر، انا الراجل نشرت صورتي مع اخويا والناس انتقدتني، طب ليه يعني؟ عمل ايه هو عشان تنتقدوه؟ مش في حاجه غلط في الموضوع، انا نفسي مش فاهمها. ولكن هو في الاخر الراجل طلع قال يا جماعه انا بتاسف لكم ان انا نشرت صورتي مع اخويا يعني. ماشي. كمان استعرضت قناة ريال مدريد جميع أهداف الملكي في بطولة السوبر الأوروبي واللي كان توج بلقبها ثلاث مرات، كانت أعوام 2002 و2014 و2016، وده طبعا قبل السوبر الرابع اللي هيخوضه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، كان إن شاء الله يكون يوم الثلاثاء القادم. تعالوا نشوف الفيديو اللي نشرته قناة ريال مدريد ونرجع تاني.
طيب ده كان فيديو اللي نشرته قناة ريال مدريد. تعالوا نرجع مع بعض سؤال حلقة النهاردة، وكان بيقول هل هيتأثر هجوم برشلونة بعد رحيل أبرز اللاعبين في صفوفه وهو طبعا نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ولا لأ؟ وتعالوا نروح لتويتر في الأول على قناة الأهلي بتاعتنا على تويتر ونشوف الناس قالت إيه. البداية مع اسماعيل كتبت مفيش نادي كبير بيتأثر برحيل لاعب أو بيقف على لاعب، وطبعا من دور الإدارة إنها تجيب البديل ليحل محله في خط الهجوم. وقام كتبت يتأثر ما يتأثرش، أهم حاجة إنه مشي بين برشلونة وهاشتاج مدريدية طبعا عشان ريال مدريد زي هوام. ماشي. أحمد أبو الهدى كتب خلينا في دفاعنا. سعيد أبو الناصر كتب الدفاع وكمان حراسة المرمى. نسمات عطرة كتبت تحياتي ليك يا كابتن يحيى، تحياتي ليكي، بس برشلونة فريق كبير ومش هيوقف على لاعب وهيعوضه أكيد. محمد أبو زيد كتب زي ما الأهلي تأثر بحجازي ورمضان وإيفونا بالظبط. متولي صابر كتب أه هيأثر جدا ده النيمو. أمل حسن كتبت أنا مدريدية بس أكيد طبعا هيأثر، أي حد بيفهم هيقول إنه هيأثر. أحمد حسن فوزي كتب مفيش نادي بيتأثر برحيل لاعب والنادي مش هيقع علشان لاعب. محمد محمود كتب يا باشا البارسا طول عمره فريق كبير ولن يتأثر بغياب نيمار طول ما الأسطورة ميسي موجود. منصور حسين ما كتبش أي حاجة. إبراهيموفيتش كتب هجوم برشلونة واقع بنسبة 40% وإن شاء الله ميسي. تبتدي على الناس ليه؟ ابتدي على الناس ليه يا عم إبراهيموفيتش؟ حسن ياسر كتب لن يتأثر برشلونة بس ميسي هيكتر من مجهوده شوية. أيمن سويلم لم يتأثر مدام في برشلونة ميسي. طب تعالوا نروح على فيسبوك ونشوف فيسبوك كان الناس أراءها إيه على الفيسبوك، يعني نشوف الناس كتبت إيه كده. ميدو كتب حبيبي يا كابتن سيتأثر النادي الكتالوني لكن سيرجع أقوى وهيعوض إن شاء الله غياب نيمار. محمد إبراهيم كتب لأ طبعا. أدهم حمو كتب لو لاعب واحد هيأثر في فرقة يبقى دي مش فرقة. أحمد إبراهيم كتب أكيد لأ لأن الفرق الكبيرة ما بتتأثرش بغياب أي حد. ميسي ابن الاهلي كتب لا طبعا يا يحيى في حاله تعاقد مع الثنائي كوتينيو، وانت بتتكلم في حاله تعاقد لسه لعيبه جديده يعني هو مش موجود يعني كوتينيو مش هيمشي يا جماعه يعني ما اعتقدش ان هو هيمشي دي ده رايي يعني. ميسي كتب كمان كيف نخاف ونحن نملك الافضل بالتاريخ وهو ميسي. تحياتي ليك يا عم ميسي. رضوى احمد ما فيش فريق في العالم بيقف على لاعب وخصوصا لو فريق كبير وعريق، ممكن فريق في البدايه يتاثر. مونتي كمان طبعا اللي بعت لنيمار قال له يعني يا اسطى ما ينفعش الكلام ده، قال اكيد برشلونه هيأثر عشان نيمار لعيب كبير. محمد محمود كتب لا طبعا. هاني الغزال لا طبعا البارسا عنده لعيبه جامده كتير. احمد خليل حبيبي يا كابتن يحيى نيمار غدار غدر بجماهير البارسا وحشني والله يا كابتن يحيى. ده رايه زي راي مونتي ده على فكره احمد خليل ده. هيام محمد كتب طبعا هيأثر ده نيمو الغدار. احمد الاهلاوي نيمار في برشلونه احسن. زياد حميده نيمار في برشلونه احسن. يعني خلونا نقول يا جماعه هو نيمار في برشلونه احسن، نيمار في باريس سان جيرمان احسن. خلينا نشوف المشكله اللي عندنا في الاول هنا، نحل مشاكلنا الاول في مصر وبعد كده نشوف بقى البرشلونه ونشوف ريال مدريد. يا رب نشوف ان شاء الله يوم الاربعاء ماتش كويس كده ما بين النادي الاهلي وسموحه وان شاء الله نصعد لنهائي الكاس ونشوف ديودار يطلعوا يقولوا بقى ديودار يا جماعه فين موجود فين مكانه عشان نروح له. للاسف بكده بتكون خلصت حلقتنا النهارده من هاشتاج اهلي. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتنا فيسبوك وتويتر وانستغرام على هاشتاج اهلي بالفرانكو. عايز اشكر يا جماعه كمان اخويا الصغير عمر اللي شغال على السوشيال ميديا بتاعت البرنامج كمان عامل شغل جامد جدا عايز اشكره في نهايه الحلقه. اشوفكم بكره ان شاء الله قبل الميعاد بنص ساعه. سلام عليكم.